ولكن يأتيك بصورة أخرى الحسين مدمعة. يا ليتني أجيد أن أنزل الدمعة بمرثية، لا أعرف صوتي ليس جميلا. لا الحسين دمعة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. عندما تبتدئ الدمعة تأتي بعدها الفكرة والثقافة، أول مرة الدمعة. لو كان الحسين قضية ثقافية صرفة بحتة لانقرض. إني جاعلك للناس إماما، هذا جد الأعلى إبراهيم جعله الناس الإمامة. الآن إحنا تجد الناس تؤكد على مسألة الإمامة من عهد إبراهيم، لا لأن القضية لم تكن عاطفية. قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. هذا هو الحسين، من هناك تأسس مفهوم إمامته. اللي ما يريده راح يواجه المسؤول عن الجنة. اثنين اخوان مسؤولين عن الجنة. انا البارحة قلت لكم النص الرائع عن ابن كثير للحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة ما عدا ابن الخالة عيسى ويحيى، رائع ما دام استثنيت لنا اثنين البقية تحت سلطة الحسين. هذا ينبغي ان تؤسس له من الدنيا. انت ما تروح بعد الامتحانات وتحصل على شهادة، قبل الامتحانات حصل على شهادة، ولا تضع في ذهنك أبدا أنك تحب الحسين وتخذل. سترتكب أخطاء. من قال لك أن الحسين يريد منك أن تكون معصوما؟ هذا يسأل. شو احنا ها كلها بعاشوراء تلطم وتروح ماشي ونرجع كما كنا؟ إيه نأخذ لنا دفعة وننسى، ونأخذ دفعة وننسى، هكذا الحياة. الأتقياء بينا يأخذون دفعة أكثر تفيدهم، رعاعنا وهمجنا يأخذون دفيعة ينتفعون بها. إذا رفعت هذا منا سيتفشى فينا كل عيب. الآن تتفشى فينا عيوب، تأتي هذه الجهات التي تعلم أن هذه البلاد مجبولة على العواطف،